احلى ذكرى ليكي في مباراه معينه كنت قاعده بتتفرجي عليها وما تنسيهاش ابدا؟ طب ليه بس كده؟ لسه بنقول انه روح يعني ما فيش تعصب ما فيش حاجات. ليه السؤال ده؟ احنا مش بنتكلم في التعصب، كريم، احنا بنتكلم على ذكرى حلوه ذكريات مباراه ما تتنسيش. ما جبناش سيره التعصب، ذكرياتي اكيد في الماتشات اللي فيها التنافس. فطبعا يعني هيبقى ايه، ما هو انت النادي العظيم اللي قصادك في مصر هو نادي الزمالك العريق طبعاً. اللي بجد بنكن له كل الاحترام، نادي الهندسه يعني، لعب وفن وهندسه. فطبعا يعني ماتشات الاهلي والزمالك بالظبط، لا بالظبط كده، فانت بتحرجني تلاقي وشي احمر دلوقتي. لا وماتشات طبعا، اي ماتشات بره يعني يعني اكيد ماتش الوداد بتاع امبارح ده كان حاجه عظيمة جدا ان احنا نكسب ولعبنا حلو جدا. يعني مش عايزة اخش في تفاصيل الماتش، لا بس قولنا وجهة نظرك. طبعا غير مجرى الاحداث باللي صدت البينالتي اللي انا من وجهه نظري المتواضعه انه مش بينالتي خالص، يعني الراجل كان بيلعب بالكوره واتزحلق والتاني طلع فوقيه بعد ما الكوره مشت بكتير. ده دي دانجر بلاي اصلا من التاني اللي خبط شناوي، ولو كنا في مصر وكان هو اهلاوي اللي عمل الحركه دي كان اتطرد، كان طلعوا له كارت احمر. انا هقول برضو اكيد يعني الاحترام للفار مش هنقدر نتكلم، اكيد ده هم شايفين حاجه معينه. بس رايك بقى يعني نجم المباراه، البعض بيقول ما فيش نجم مباراه الفريق كله، بس من وجهه نظرك يعني نجم المباراه روح نادي الاهلي. حلو، روح الفانيلا الحمراء. طبعا موسيماني له كل التقدير، اولا كان اختيار رائع صحيح. من الاداره انها تختار حد، وكان مفاجاه ومش في الحسبان يعني، احنا ما سمعناش الاسم، فانها تختار حد فاهم في افريقيا كويس قوي. مع سان داونز ايام الحاجات اللي مش عايزين نفتكرها، مع سان داونز فهو فاهم. وبعد كده هو في حاجه انا شفتها في موسيماني يمكن مختلفه عن ان احنا بنتكلم على ان هو ازاي عمل حاجات كويسه قوي وايجابيات كتيره في فتره صغيره قوي مع الفريق، وازاي يعني حبهم وتحمس معاهم وتحس ان هو قاعد متضايق وعايز اجوان اكتر ودارس يعني كل لاعب ودارس الخصم. شوفي يعني اول ما نزل من المطار وقام رحله، بصي اللحظه الدفء الافريقي الحب اللي هي سخونه العواطف بتاعتنا احنا. اما الدولي ده دولي فعلا، لما خده في حضنه انا عينيا دمعت، انا قلت ياه ايه الحب ده، لا الراجل ده هيبقى كويس قوي معانا. لان احنا طبيعتنا الشرقيه والمصريين عاطفيين، فهو بالحب عارف يلمهم بسرعه ويكسبهم بسرعه، رغم ان احنا فايلر مع كل الاحترام عمل لنا بهجه لمده يعني قبل الكورونا دي، يعني 16 ماتش فوز ورا بعض، يعني خلاص قرب يوصل لجوزيه يعني. ف بجد كل الاحترام، بس موسيماني جه عمل حاجه كده حلوه يعني، ربنا يوفقه للنهائي وافريقيا ان شاء الله.